أهلا بكم في فيديو جديد. هناك بعض الأماكن الطبيعية التي لا تجذبك فقط بجمالها، بل تثير تساؤلات حول طبيعتها وتكوينها وألوانها الساحرة، مما يجعلك تتساءل هل هي حقيقية أم أنها تنتمي إلى عوالم الخيال. وتبرز بعض المناطق الطبيعية دائما لتفتن الناظر بجاذبية جمالها وتناغم تكوينها الرائع. في هذا الفيديو سنعرض لكم بعضاً من أجمل وأغرب المناطق الطبيعية في العالم. أولاً، نهر كانيو كريستالز. هذا النهر الموجود في منطقة منعزلة بجبال سيرينيا دي لا ماكارينا بكولومبيا يعتبر واحداً من المواقع الطبيعية الفريدة، حيث يمتلئ بالشلالات والمنحدرات والوديان والآبار. تتسم مياه النهر بالصفاء مما يكشف عن قاعه بشكل واضح. يظهر النهر بشكل عادي مثل غيره من الأنهار حول العالم طوال العام، باستثناء موسم الجفاف بين سبتمبر ونوفمبر. في هذا الوقت يتحول النهر إلى ما يعرف بنهر الألوان، حيث تطلق الطحالب في المياه 5 ألوان متنوعة: الأحمر، الأصفر، الأخضر، الأسود والأزرق. وبفضل هذه الظاهرة الفريدة يطلق عليه عدة تسميات مثل نهر الألوان الخمسة أو قوس قزح السائل. ثانياً، وادي دالوا هو نهر يتواجد في الحديقة الوطنية في البرازيل، تحديداً في ولاية غوياس. يتكون هذا الوادي من حوض حجري تم اقتطاعه من نهر سان ميغويل، يعرف بوادي القمر، ويأتي اسمه من أن الظروف البيئية جعلت الصخور القريبة من النهر تكتسب نعومة ذات لون رمادي يشبه لون القمر. تظهر هذه الصخور كنقاط مضيئة على الأرض عند النظر إليها من الفضاء الخارجي، وقد أسفرت تداولات النهر عن تكوين العديد من الكهوف والمغارات والشلالات والصخور الغريبة، مكونة متاهة بجدران الوادي الضيقة. ثالثاً، النافورة الساخنة فلاي جايزر. رينو فانيفادا تم إنشاء تلك النافورة عن طريق الخطأ عام 1916 أثناء حفر بئر مائي، حيث تسربت كمية من المياه الساخنة إلى أضعف نقطة في البئر ثم تدفقت نحو سطحها. فيما بعد بدأت المعادن في التكوين وتشكيل بركان صغير بارتفاع 5 أقدام يتكون من طبقات مدرجة بألوان متنوعة. تنبثق المياه باستمرار من هذا البركان الصغير ليملأ الثقوب والتجاويف الموجودة في المدرجات، مما يخلق منظراً سرياليًا وخلاباً للمكان. رابعاً، ريو تينتو، النهر الأحمر. هذا النهر يتدفق من سلسلة جبال سييرا مورينو إلى خليج قادس في مدينة هولفا بإسبانيا، واكتسب هذا النهر اسمه بفضل لونه الأحمر. يرجع هذا اللون إلى احتواء المياه على مستويات عالية من الحديد. يعد نهر ريو تينتو أيضاً موقعاً لإحدى أقدم مناجم العالم، والتي تعرف باسم مناجم الملك سليمان. يستخرج في هذه المناجم النحاس والذهب والفضة، وقد كونت هذه المناجم حوائط من المدرجات الحجرية الطبيعية. خامساً، شلالات شاماريل والأرض الملونة. اكتسبت جزر موريشيوس الموجودة في المحيط الهندي قرب مدغشقر شهرة كوجهة تحتضن 2 من عجائب الطبيعة. تتمثل الأولى في شلالات شاماريل، حيث يصل ارتفاعها إلى 300 متر، بينما تتجلى العجائب الطبيعية الثانية في الكثبان الرملية التي نشأت نتيجة نشاط بركان خامد. أثر هذا البركان أسفر عن وجود 7 ألوان مختلفة في الرمال، وما يجعلها فريدة أكثر هو أن مزج ألوان مختلفة من هذه الرمال يؤدي إلى انفصال كل لون عن الآخر واستعادة لونه الأصلي بشكل طبيعي، وهو جانب فريد لم يتم تحليله بعد من قبل العلماء. وفي الختام، إذا أعجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس حتى يصلكم كل جديد. شكراً للمشاهدة، وإلى اللقاء في فيديو جديد.